يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن سورة الفاتحة متضمنة لتوحيد الأسماء والصفات، يقول فمن أين نأخذ هذا منها؟ سبحان الله، الرحمن الرحيم، ما هو هذا اسم صفة؟ الرحمن اسمه والرحمة صفته، هذا موجود. الله، الله هذا اسم، الألوهية صفته، وهكذا. نعم، رب العالمين، رب العالمين، الربوبية، الرب اسمه والربوبية صفته، وكل اسم من أسماء الله اشتق منه صفة من صفاته. ليس هناك اسم لا يشتق منه صفة أبدا. نعم.